تفضل يا رجا من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا طويل العمر بسألك عن السؤال عن الأضحية. تفضل. عندنا أنا ثلاثة أخوان، أنا في جدة وواحد في الرياض وواحد عندنا في براكة جنوب الطائف. وضحيتنا تذبح عند أخونا اللي في جنوب الطائف ناقة. أنا الإسراف كلها. أحيانا حضر وأحيانا حضر. يذبح أخونا اللي الضحية عنده. هل يجوز؟ نعم لا بأس بذلك. يذبحها بنية الجميع عن الجميع. نعم الحمد لله. عن والدينا وعن أسرنا كلها. الحمد لله. يعني جائزة شيخ. اي نعم عن الحي والميت الحمد لله. الحمد نعم. لله.